بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، وناصر من استنصر به ولاذ بحناه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، إن المسلمين في هذه الأيام يعيشون ظروفا صعبة بسبب الحرب القريبة منهم، والتي حلت بين ديارهم على أيدي أعدائهم من الكفار. فالواجب على المسلمين أولاً أن يتذكروا أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتليهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفيما جرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أيدي الكفار العبرة والعظة، فقد جاءوا في غزوة أحد بجموعهم وقوتهم، وعسكروا عند المدينة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وتخلف المنافقون ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الإيمان الصادق. ودارت المعركة، انتصر المسلمون في أولها بسبب أنهم تمشوا على الخطة التي رسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خالف بعضهم تلك الخطة أنزل الله بهم العقوبة، ودارت عليهم المعركة من جديد، استشهد منهم 70 شهيدا، وجرح منهم الكثير. فتساءلوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي ما هو السبب؟ قال الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فأصيبوا بسبب هذه المخالفة التي خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت المخالفة من بعضهم فعمت المصيبة جميعا، من أجل أن يتأدبوا وأن يلزموا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم وغيرهم من المسلمين. فإذا كان هذا جرى لخير الخلق
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة بسبب مخالفة من بعضهم، فكيف نستغرب ما حل بالمسلمين اليوم وعندهم من المخالفات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا عفو الله جل وعلا لرأيتم أشد من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبعد غزوة أحد بسنة تجمع المشركون وجمعوا قبائل العرب وجاءوا لغزوة الأحزاب وطوروا المدينة يريدون القضاء على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة ليمنعهم من دخولها وليقاتلوه من ورائه، فحصل على المسلمين ضيق وشدة، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعداء من الخارج محيطون بالمدينة، وأعداء من الجاهل وهم اليهود خانوا العهد وانضموا إلى المشركين، انضموا إلى المشركين على المسلمين. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. والمنافقون أيضا صاروا يتكلمون ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: إنكم ستملكون كذا وكذا من الأرض، والآن لا أحد منا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. تكلموا وظهر النفاق واشتد الكرب، ثم إن الله جل وعلا فرج عن المسلمين فأرسل ريحا شديدة قلعت خيام المشركين وحصبتهم بالحصبة، وجاءت ملائكة من السماء فألقوا الرعب في قلوبهم، فزلزلهم الله سبحانه وتعالى وعادوا خائبين، عادوا خائبين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. لكن بعد ما صبر المسلمون وتوطنوا بالإيمان ولم يتكلموا إلا بما يرضي الله ورسوله، فإن الله جل وعلا تولى نصرهم وخذل أعداءهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم اليهود من صياصيهم من حصونهم التي يتحصنون بها، وجعلهم بأيدي المسلمين. وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا.
فالله جل وعلا يبتلي المؤمنين، فإذا صبروا ووثقوا بوعد الله وثبتوا فإن العاقبة تكون لهم. وهكذا يجب على المسلمين اليوم، يجب عليهم أن يثقوا بالله وأن يقوى إيمانهم ويقينهم وأن الله جل وعلا لا يخلف وعده، وأن يصبروا على ما هم فيه ولا يستعجلوا أو يتكلموا بكلام سيء. عليهم الصبر والاحتساب، وعليهم الهدوء، وعليهم أن يوطنوا إخوانهم ويبثوا الطمأنينة في قلوبهم. عليهم أن لا يرجفوهم بالكلام، لأن بعض الناس يرجف بالكلام ويتحدث عن قوة الكفار ويقول إنهم سيفعلون كذا وكذا وكذا، فيوقع الرعب في قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. وأما أهل الإيمان القوي فلا يهمهم ذلك، فعليهم أن يوطنوا المسلمين وأن يبشروهم بالنصر والعاقبة الحميدة إذا صبروا. فإن الله جل وعلا يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول في الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعلى المسلمين أن يجتهدوا في الدعاء، فإن الله جل وعلا قريب مجيب، والدعاء في الشدائد والكربات له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فعليهم أن يجتهدوا بالدعاء أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يبطل كيد الكافرين، وأن يردهم على أعقابهم خاسرين كما رد من قبلهم من الكبرى. فإن الله قريب مجيب، والدعاء سلاح المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يكثر من الدعاء. ففي غزوة بدر بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، بات يدعو ربه ويتضرع إليه كل الليل وأصحابه نائمون من حوله، حتى طلع الفجر فأيقظهم لصلاة الفجر كل ليل وهو يدعو ربه عز وجل ويستنصر به ويتضرع إليه. وكان إذا لقي عدوه من المشركين يقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء عند لقائه للمشركين، لأن الدعاء صلة بين العبد وبين ربه. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى المسلمين أن يصلحوا أحوالهم، أن يصلحوا داخلهم، فإنهم ما أصيبوا إلا بسبب ذنوبهم. فإذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم ونصرهم وخذل عدوهم. على المسلمين أن يتوبوا، فإن عند المسلمين مخالفات كثيرة،
كما ترون الصلاة لا يحضر لها إلا النزر الكبير القليل، والكثير لا يحضرون الصلاة ولا يجيبون الأذان، وهو يخترق بيوتهم وهم على فرشهم لا يقومون للصلاة. أليست هذه مخالفة لله عز وجل تستحق العقوبة؟ كثير من الناس يأكلون الربا ويأكلون الرشوة ويكتسبون الأموال المحرمة التي نهاهم الله عنها، وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، كبائر وموبقات مهلكات. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا كنتم تريدون النصر من الله وزوال هذه الشدة، فعليكم بالتوبة والرجوع إلى أنفسكم في الإصلاح والاستقامة. عليكم بكثرة الاستغفار، عليكم بإصلاح بيوتكم وإصلاح معاملاتكم، عليكم بالمحافظة على الصلوات، عليكم بالإكثار من العبادة، فإن ذلك مما يدفع الله به البلاء عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثلاثة أمور معلقة بثلاثة أمور: النصر مع الصبر، فلا بد للمسلمين أن يصبروا أفراداً وجماعات على أذى عدوهم، ولا يستكينوا ولا يذلوا ولا يهونوا أمام عدوهم، وعليهم أن يثقوا بالله وبنصر الله عز وجل. فإن النصر مع الصبر. الله جل وعلا يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. والثانية: الفرج مع الكرب، كل ما اشتد الكرب فإن الفرج قريب. فالمسلم إذا اشتد به الكرب فإنه يتحرى الفرج، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الفرج قريب والنصر قريب لمن صبر. والثالثة:
أن مع العسر يسرا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله جل وعلا قرن يسرين بالعسر الواحد فضلا منه وإحسانا، وهذا مما يعطي المؤمن قوة الإيمان وقوة العقيدة وقوة الثبات، وأنها لا تهزه الأحداث أو تنقص من ثقته بالله عز وجل، بل هذه الأحداث تزيده إيمانا بالله وثقة بالله وبوعده، فيحسن العمل مع الله جل وعلا، والله قريب مجيب. هذا، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من الكفرة والمنافقين والملحدين، اللهم شدد شملهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم إنهم طغوا وبغوا وتكبروا واغتروا بما عندهم من القوة، فضايقوا عبادك المؤمنين في أقطار الأرض. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكفنا شر شرورهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتت شملهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفنا شرهم، اللهم ارد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أذل عليهم دائرة السوء، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن فضلك. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم.
واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.